عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هناء عبد العزيز من قناة لقطة فنية. النهاردة عندنا خبر فني وهو عن المطرب الشاب محمد رشاد والإعلامية مي حلمي. هنتعرف على التفاصيل من خلال الخبر. انفصل المطرب الشاب محمد رشاد عن الإعلامية مي حلمي قبل ساعات من عقد كرامهم وحفل زفافهم الذي كان مقرر إقامته بعد ساعات في فندق مينا هاوس بالأهرامات. وعن أسباب الانفصال قبل الزفاف بساعات يؤكد مصدر مقرب من الطرفين إلى أن الخلاف الذي أدى إلى الانفصال يعود إلى خلافات عائلية حول أدق تفاصيل الزفاف مثل قائمة المنقولات ومؤخر الصداق. وانتهى الثنائي من جلسة تصوير خاصة بهم قبل دخولهم القاعة من أجل عقد الكرام، حيث حصلت مشادة كلامية بين الأسرتين ووصل الأمر إلى طريق مسدود بين الطرفين، وهو ما أدى إلى انصراف المطرب محمد رشاد من الفندق وإرسال رسالة للمدعوين بأن هناك حالة وفاة حتى يتم الخروج من المأزق، خاصة أن المدعوين وصلوا بالفعل إلى القاعة. يذكر أن الفنان محمد رشاد قام بعمل أغنية خاصة لحفل الزفاف قبل أن يتم إلغائه في اللحظات الأخيرة. الفنان محمد رشاد ولد في 6 أكتوبر عام 1987، اشتهر بإتقانه الغناء الشعبي إلى جانب الألوان الغنائية الأخرى، وأصدر العديد من الأغاني الفردية، وشارك عام 2015 في كليب فاعل خير خلال شهر رمضان المبارك مع فرقة منيب باند. ودي كانت لقطتنا عن خبر انفصال الثنائي محمد رشاد والإعلامية مي حلمي. لو أول مرة بتشوفوا القناة ياريت تعملوا سبسكرايب ليها وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا للمتابعة.